محمد امين غزير رئيس جمعيه شباب امل في الزيرت، من دوارتي الزيرت، جامعه ايميل مايس، قياده ارغانا، اقليم تارودانت. فكنشكر اولا المنبر ديال جريده عبير على هذه الزياره، لانه اول مره السي الصحفي السي محمد الله يجزيك بخير العواد محمد على هذه الزياره، الله يجزيكم بخير، اول مره في المنطقه عندنا كيزورنا شي منبر صحفي. فالحاله كما تشوفوا حالة الله الحمد لله على كل حال، فمن بعد الافه ديال او الكارثه ديال الزلزال، فالواقع ديالنا الحمد لله حنا كما كتشوفوا ها النموذج، يعني تساقط الصخور من بعد تقريبا الان 15 يوم هذه من بعد الزلزال، باقي ما هدات الدوار. وعندنا المشكل الان هو يعني فصل الشتاء، فصل الشتاء تكون الشتاء كثير هنا وتكون الثلوج، فالمنطقه كلها يا مزيزه بصفه عامه، منطقه ايميل مايس الدوار اللي فيها، زائد حنا جينا هنا في قمه ديال الجبل، يعني مرتفعين على 2000 متر ديال سطح البحر. كما كتلاحظوا معنا راه المنطقه كلها هي مهدده، يعني كتفيق مع الصباح كتلقى الحجره فوق راسك، لولا يعني اللطف ديال الله عز وجل راه ما يبقى حتى شي واحد في هذه الدوار. وهذا الشيء تنقولوا تنعرف اش تنقول، وراه النموذج ها هو، راه شفتوا معنا الاخ صاحب المنزل، يعني راه الله عز وجل اللي حفظه الصحراء ثلاثه عنده تنخلص. كما كتشوف السي محمد راه يعني راه كل واقعه هو قدامكم، الصخره راه تقريبا راه رموك اللي غادي يهز هذه الصخره هذه، وباقي الصخور الاخرى هي. هذا راه كنموذج الدوار ديال تيزرت كلها هو الان مهدد واخا بصفه عامه. المعاناه اللي كنتو كتعانيو منها من قبل هذا الزلزال، المعاناه ديال الساكنه منها الطرق، يعني الطريق تعطات الانطلاقه ديالها في 2014 ما يزيد على 9 سنوات الان، يعني الطريق ضربات يلاه ضربات واحد 6 ديال الكيلومتر. حنا دابا حاليا تيقولوا لنا بان الطريق ما بقاتش، تنحاولوا باش نتواصلوا مع الدوائر الاخرى نديروا واحد المحاوله نمشيو عند السيد العامل ديال اقليم تارودان. خرجات الميزانيه، خرجات الميزانيه بالدراسه عاد دارداني هذا العام، هما واحد الشهرين دار التحليل ديال الدراسه ولكن ما شفنا والو. داز الشطر الاول، الشطر كانوا تيقول لنا بانه كاين الشطر الاول والشطر الثاني، فاذا به لقينا ما كاين لا الشطر الاول لا والو. هذيك الميزانيه خرجات ضرب بها هذاك البرونش اللي كاين دابا حاليا حتى الاخ فرقه ما باقي قال لك تسناو، اش غنتسناو الله اعلم. وسيدنا الله ينصرو عطى الاولويه للطرق، البنيه التحتيه ديال الدواوير، يعني منها الماء الصالح للشرب. حنا حاليا خدامين الناس في الشاطو، ولكن من بعد الزلزال حتى واحد ما بقي يخدم، لا الشركه اللي شاده المشروع لا الناس ديال الدوار، يعني كما كتشوف راه الناس كلشي مشغول مساكن دابا. تتكون واحد اللي هز راه كنتو معنا دابا حاليا شفتوا واحد الارتدادات كانوا، راه شفتي الارض كي دايره، يعني بنادم تيجري للواد، الواد فيه مشكل اخر ديال الفيضان. حنا ديما مهددين، تتكون الشمس فاذا بغيت تنزل للواد فين غتهرب الله اعلم. حنا راضيين بالقدر ديال الله عز وجل، ولكن تنتمناو من السلطات، يعني لا الناس ديال العماله لا الناس ديال الوزارات المعنيه الله يجزيهم بخير، باش يشوفوا بالحال هاد الناس هادو بصفه عامه. ما كنهضرش انا على الدوار ديال تيزرت، دوار تيزرت كنموذج، فالله يجزيكم بخير. منطقة ديال ايدا محمد راه منطقه منسيه، اذا كان المغرب المسيح حنا راه الاولى. 89 جماعه ربما اخر جماعه هي جماعه ديال ايميل ميس اللي كتذكر في جامعه في الاقليم ديال تارودان. كيفاش قلتي؟ قلت لك كاينه 89 جماعه اللي كاينه في الاقليم ديال تارودان، يعني اكبر اقليم على الصعيد ديال المغرب. اخر جامعه ربما كتذكر عليها كنشوف انا كفاعل جمعوي حاليا في السنين هذه، المنطقه ديال ايميل الميس، جامعه ايميل الميس، يعني ولو زياره وحده. فالسيد العامل مشكور، اخر زياره كانت 2017 ولكن ما وصلش لهذه المنطقه. من لا حدوا الجماعه الناس، حنا اللي توصلنا على اعلى مستوى هو القائد ديال قياده ارغانا واللي كنشوفوا، ولا الناس ديال المنتخبين، يعني راه ما عندهم لا حول ولا ولا قوه. باش نهضروا بالواقع، الواقع ديالنا راه مر، راه ما كاين والو، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. ها الناس ها هما اللي بغى يهضر، انا كفاعل جمعوي نقولوا كاع انا كنفرغ ولا شي حاجه، غتسولوا هاد الناس هادو راه ما كاين والو. في الدوار كتحسوا بالحقره، والحقره ويعني وكتحس حتى بالظلم. ما كتشوف يعني مناطق اخرى الحمد لله الله يعاونهم، حنا كنهضروا على المغرب بصفه عامه، الله ينصر سيدنا. راه هاد المنطقه هادي راه مهمشه 100%، راه ما كاين والو. انت دابا لقيتي مشكل في اللايف، يعني حتى الشبكات ديال الريزو راه ما كاينينش، عندك مشكل ديال الامبيلونس ما كايناش. اخر مره مؤخرا بغات يولد والله الا واحد الخطاف اللي داو تنتحمل مسؤوليتي، الخطاف اللي داو في السياره ديالته حتى الايمين تانوث، وخلصنا مع الناس ديال سميتو قال لك ما كاينش اللي غايسوق بالامبيلونس. كنشوفوا المغاربه من طنجه حتى لبويره كان واحد، كنشكروا بعدا الشعب كامل وعلى راسهم صاحب جلال الله صلى الله محمد السادس، يعني لولا الالتفاته ديالو المولويه والناس ديال الشعب من طنجه حتى لكويره، راه هاد الناس هادو غياكلوا التراب الله يعلم، يعني ولا غيعيشوا على هاد الفوتات. هادشي اللي كتشوف يعني الشجر ديال الكركاع، وعندنا هنايا الكرموس هو اللي كاين، يعني الحمد لله الاعانه وصلتكم. لا الحمد لله ما خصها حتى خير. كنشكر الخزين، الخزين عندنا دابا 11 خزانه اللي عندنا اللي عطتنا الجماعه ديال ايميل الميس، وعندنا 87 عائله وقسم لي الله يجزيك بخير، 87 عائله غنقسموها، كاين اللي عنده 7-8 ديال الاولاد والنساء. حنا عطينا الاولويه دابا هي العيالات الدراري الصغار، الرجال كيباتوا غير في الخلا راه شفتيهم في الشانطي، كاين اللي يدير هيمي كامباشي باشي بها، يعني كيجي شويه ديال الريح كيتهز. مأساة كبيرة، مأساة كبيرة وألم كبير، لأن
هادشي ما كيتحملوش العقل ولا الطاقه ديال القلب ولا تألمنا بزاف. واش الناس رغم هادشي وهاد الالم اللي هما فيه وكلشي كيرحبوا بينا وبغي يدخلونا للديوروب هما ما عندهمش حتى فين يسكنوا، وحنا كنطلبوا من هاد الناس اللي تيشوفونا وكنعاودها وتنكررها جيو عتقوا هاد الناس لان بقى حوالا هما في حافة الموت لان البرد قريب والثلج قريب وغادي يكون واحد المأساة اللي غتكون اكثر من الزلزال. وشكرا. من المدينة جاية انت؟ انا جاية من مدينة الرباط. والزلازل قاتني في مدينة سوريا، وكنشكر السي حسن خرباش هو اللي كان السبب باش انا جيت نشوف هذه المأساة بالعينين ديالي، لان كانوا الناس كيقولوا لي لا الناس النصب داكشي ما كاين حتى شي حاجه. انتوما جبتوا واحد المساعده لهذه المنطقه هذه؟ جينا واحد القافله. تعرضتوا لشي تهديد؟ تعرضتوا لشي؟ لا حاشا ولله، بالعكس لقينا قلوب كبيره، لقينا الناس كيتعاونوا رغم قلت لك هما وعندهم مأساة هما كيتعاونوا معنا، هما كيساعدوا هما كيساعدوا بعضياتهم. والغريب ان شوف الخير. شوف الخير قوليها. ها تبارك الله الخيرات، تبارك الله. شوف هاد الناس، شوف الناس كيفاش كيحطوا لنا داكشي اللي عندهم في ديورهم كيخرجوه، وهذه حاجه مزيانه ومهمه مهمه. نبغي نقول لهم هذا هو الخير اللي بغاو يديروه، هذه هي الجنه ديالهم، لان هاد الناس مهدده. هذه هي العمره، هذا هو الحج، هذا كل شيء. اللي بغى يدير شي حاجه يهز راسه، وحتى الا ما جاش يحاول اللي يقدر عليه يعاون هاد المنطقه، لانهم راهم في حافه الموت، حافه الموت. شكرا.